15. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? السلام عليكم. هذا الفيديو مخصص لصحاب استروا الموديل ديال الميكروبيولوجي. غادي نصحو فيه البارتي ديال الحساب اللي كتحت سهله. المهم غنبداو باول سؤال في البارتي ديال الحساب بالنسبه للاكزام ديال العام اللي فات اللي هو السؤال 16. اول حاجه غنقولها لكم هي ان كنخدمو غير واحد العلاقات اللي هما هادو. المهم طبقوا. قال لك ان اكسبيريونس دو كرواسونس كومونس با 10 اس 4. ديما فاش يقول لك بحال هكا كومونس با 10 اس 4 يعني هاد 10 اس 4 راه هي ان 0. هي ان 0. قال لك اي فيني با اون فيرون 8.2 في 10 اس 10 يعني هادي فاش يقول لك ديما فيني يعني هادي راه انتي. قال لك كومبيان دو جينيراسيون فاش يقول لك هاد السؤال كومبيان دو جينيراسيون يعني راه باين عطاونا ان 0 عطاونا انتي. حنا عندنا واحد العلاقه اللي هي ان تي كتساوي ان 0 فوا 2 اس ان. دونك ان ما غنقولها ديريكت بلا ديمونسيون تراسين هي لوك ان تي على ان 0 مقسومه على لوك 2. صافي تعوض. دونك لوك غدير 8.2 في 10 أس 10 غتقسم على 10 أس 4 مقسومة على لوك 2. المهم نحسبها. المهم نحسبها. دونك غنديرو لوك نتمنى يبان لوك 8.2 في 10 أس 10 مقسومة على 10 أس 4 عطاتنا 6.091 غنقسموها ديريكت على لوك 2 عطاتني 22.96. دونك غنقولو 22 على 23. غنجي الاختيارات عطاونا 10 11 12 و 13. دونك اوكان ريبونس يعني حتى وحده في هادو ما صحيحاش. ننتقل للسؤال 17. المهم غير هذا بالنسبه غير هاد العلاقه اللي هي ان تي كتساوي ان 0 فوا 2 اس ان. سؤال 17 قال لك اون اكسبيريونس دو كرواسونس دون شوس باكتيريان كي سي ديفيز افيك ان طون دو جينيراسيون. ديما فاش يقول لك ان طون دو جينيراسيون 20 مينوت يعني هاد 20 مينوت هي تيطا. دابا نعطيكم العلاقه هي تيطا. قال لي كومونس بار ان 0 ها انتم عطاونا ان 0 ان 0 كتساوي 10 اس 4. قال لك ابخي 8 ديال السوايع ما فاش يعطيك 8 السوايع هادي راه اللي كتكون في السوايع هي تي. ديما تي هي اللي كتكون في السوايع يعني 8 السوايع. قال لك دو كرواسونس اكسبوتونسييل. قال لك لا كونسونطراسيون باكتيريان فاش يقول لك هاد لا كونسونطراسيون باكتيريان يعني راه قصد لك تحسب عطاونا ان 0 عطاونا تي و تيتا يعني غنحسبو ان دو تي. عندنا بعد واحد العلاقه اللي هي ان ان نفس العلاقه نفس العلاقه كتساوي ان 0 فوا 2 اس ان. ان 0 عندنا ولكن ان ما عندناش. عندنا عاوتاني واحد العلاقه اخرى اللي هي ان ان كتساوي تي على تيتا لان تي كتكون بالسوايع تيتا كتكون بالمينوت. دونك نحسبو ان هي الاول نحسبوها ان كتساوي تي على تيتا عطاونا تي 8 عطاونا تيتا اللي هي 20 مينوت. يا اما نحول هاد 8 للمينوت يا اما نحول المينوت للسوايع. المهم قلنا يا اما نحولو السوايع للمينوت يا اما المينوت للسوايع. دونك نحولو السوايع للمينوت نضربو هادي في 60 باش تكون عندنا نفس الوحدة. دونك الى حسبناها 8 × 60
ثم الى شيء عطاتنا 24 يعني ان عطاتنا 24 دابا عندنا ان 0 اللي هي ها هي 10 اس 4 ان 0 10 اس 4 عندنا ان دابا خرجنا ان يعني بقى غير نطبقوا دونك ان تي كتساوي 10 اس 4 فوا 2 اس 24 نحسبوها 10 اس 4 ضارب 2 اس 24 عطاتنا 1.67 فوا 10 اس 11 غنجيو الاختيارات نشوف واش كاين هاد القيمة ولا ما كاينش إلا لاحظتو عطاونا 5.2 في 10 اس 2.6 في 10 اس 8 2.6 في 10 اس 5.2 في 10 اس 8 دونك أوكان ريبونس هنا أوكان ريبونس هنا أوكان ريبونس دابا ننتقل للسؤال 18 كيما كتشوفو وصلنا للسؤال 18 أول حاجة بعدا خصنا نديرها قدامنا ديما هاد العلاقات إن تي كتساوي إن زيرو فوا جوج أس إن دونك إن كتساوي تي مقسومة على تيتا لي تي كتكون بالسوايع تيتا كتكون بالمينوت الله ينقرهم المعطيات قالك أون إكسبيريونس دو كخواسونس دو جوز باكتيريان كي سي ديفيز تو لي 30 مينوت يعني فاش يعطيك 30 مينوت هادي راه هي تيتا ديريكت بالمينوت هي تيتا قالي كومونس با فاش يقولي كات كومونس با يعني هي ان زيرو كتساوي خمسة فوا عشرة أس جوج هانا المهم غير المعطيات هادي يلا كنقرا المعطيات باقي مقرا السؤال قاليك أون أوبتيان 3.2 فوا عشرة أس ستة يعني هادي راه غتكون ان تي 3.2 فوا عشرة أس ستة دابا عطاونا الى شفتو المجهول اللي خصنا هو تي عطاونا ان زيرو ان تي وتيتا يعني خصنا غير نحسبو تي الى مشينا السؤال قال لك ديتيرميني لو طون تي حنا تي عندنا هي كتساوي ان فوا تي كتساوي ان فوا تيتا هادي عندنا ولكن ان ما عندناش كيفاش نخرجو ان نفس العلاقه ان كتساوي لوك ان تي مقسومة على ان زيرو مقسومة على لوك جوج نطبقوها ثلاثة فاصلة جوج فوا عشرة أو ستة مقسومة على خمسة فوا عشرة أس جوج عطاتني مقسومة على لوك جوج عطاتني 12.64 12.64 لكن قبل هاد التيطا خصنا نحولوها لمينوت يعني باش نحول المينوت للسوايع زعما خصنا نحولها للسوايع هاد التيطا يعني اللي نقسموها على 60 30 مقسومة على 60 اللي هي 3 على 6 دونك عطاتنا 0.5 ساعة دونك نطبقوا العلاقة يعني تي كتساوي 12.64 فوا 0.5 12. علاش حولتها بعد السوايع هنا حيتاش قلنا تي كتكون ديما بالسوايع حنا بغينا تي ماشي تي تي طرات ولينا اصلا دونك 12.64 فوا 0.5 يعني 6.32 ساعة نجيو الاختيارات لقينا جوج 2.5 3 3.5 يعني حتى واحدة فهادو دونك اوكان ريبونس دابا وصلنا السؤال 19 السؤال 19 اول حاجة كيف العادة ديما ان تي كتساوي ان زيرو فوا جوج اس ان هادو خاصهم يتحفظو هادو ضروري هاد العلاقة بعدا خاصها تحفظ ضروري المهم كيما قال لك اكسبيرينس دو كراسون كومونس علاش تو ديما كتقول لي كومونس اون فوا يقول لي كومونس يعني راه ان زيرو دونك ان زيرو عطاو لينا لما كحا كتساوي هي 132 قال لك افيني فاش يقول لك افيني يعني راه ان تي
يعني انتي كتساوي 13 هي فاصلة 28 ضارب 10 أس 4. قال لي كومبيان دو جينيراسيون، فاش يقول لي كومبيان دو جينيراسيون يعني راه قال لك حسب ان ان كتساوي لوغ ان دو تي مقسوم على ان زيرو مقسوم على لوغ جوج. يعني نطبقو ديريكت لوغ 13.28 ضرب 10 أس 4 مقسوم على 132 مقسوم على لوغ جوج، عطاتني 9.97 يعني 9.97. أنا اللي اختيارات اللي هي تقريبا اللي هي عطاتني 9.97 اللي هي تقريبا 10. أنا اللي اختيارات عطاوني 8 ماشي هي، عطاوني 9 ماشي هي، عطاوني 10. دونك هذه هي الصحيحة السي، هذه 11 بعيدة عليها، حيت 9.97 هي تقريبا 10. المهم وصلنا للسؤال 20. المهم كالعادة كي ديما ان تي كتساوي ان زيرو فوا جوج اس ان، هادي لي منديرها قدام. قاليك اون اكسبيرونس دو كخواسون دون شبكة، المهم ماشي مهمة. قاليك افيك ان طون دو جينيراسيون 60 مينوت، عطانا ان طون دو جينيراسيون 60 مينوت، يعني اون فوا نشوفو 60 مينوت راه هي كيف قلت ليكم ديما هي تيتا. قاليك كومونس باغ ان زيرو، عطاو لينا اصلا قاليك ان زيرو حددو لينا هي 10 أس 7. قال لك أبخي 4 سوايع، ها هي 4 سوايع، يعني راه 4 سوايع يعني راه باينة هي تي، هي اللي كتكون في السوايع. يعني أون فوا كتشوف المعطيات راه باين شنو هو المجهول، يعني هادي هادي وهادي غادي نخرجو بيهم إن، وعندنا إن زيرو يعني راه باينة في السوايع، غادي يقول لك حسب إن ديال تي. المهم شنو فين هو السؤال؟ قال لك لا كونسونطراسيون باكتيريان، هو اللي بغينا نحسبو شنو هو لا كونسونطراسيون باكتيريان، هو ان ان دو تي. اول حاجه بعدا ان دو تي كتساوي هي ان زيرو فوا جوج اس ان، ان زيرو عندنا هي ولكن ما عندناش ان، ان كيفاش غنخرجوها؟ ان غنديرو ان كتساوي تي على تيتا كتساوي 4 مقسومه على 60. هادي يا اما نحولو هادي عاوتاني للمينوت، يا اما نحولو هادي للسوايع، نحولو هادي للمينوت فوا فوا 60 غنختازلو ب 60 وتعطينا ان كتساوي 4. دونك نطبقو العلاقة ان دو تي كتساوي 10 أس 7 ضارب 2 أس 4، شحال كتساوي؟ نحسبو 10 أس 7 ضارب 2 أس 4 عطاتني 1.6 فوا 10 أس، هاهي 1 2 3 4 5 6 7 و7. دونك عطاتني 1.6 فوا 10 أس 7. نجي للاختيارات، قال لك 6.4 في 10 أس 9، 6.4 في 10 أس 8، 3.2 في 10 أس 8، 3.2 في 10 أس 9. قال لك أوكان ريبونس، دونك أوكان ريبونس يعني أوكان ريبونس. المهم كيما كتلاحظوا راه ديما نفس العلاقة. المهم هذه هي من أسهل البارتي ديال الحساب، وإلا بغيتي نخدمو شي إكزام آخرين مرحبا قولها ليا في كومنتير، والسلام عليكم.